طبعا مثل ما ملاحظين في عندنا هون اربع خيام، طبعا كل خيمه فيها من عيلتين لثلاثه. طبعا اول شيء بنشكر احنا، طبعا ما فينا غير نشكر المجالس المحليه، طبعا قدموا بس اللي قدموا ما بيكفي حسب ما حكوا لنا هون اهل التجمع والخيام، انه قدموا لهم بس شيء ما بيكفي، قدموا لهم جزء بسيط. يعني مثل ما ملاحظين هاي الخيام هاي مشترى، مثلا الشادر هذا عليه شعار للأمم المتحدة، هذا قدموا لنا اياه، الله يجزيهم الخير. طبعا احنا ما فينا غير نقول غير هيك. طبعا بس بدي نوه لشغله، الخراف عم تاكل ثرو، هذا الثرو الجمل اللي هو سفينة الصحراء ما بيقدر ياكله، الغنم عم ياكله. ليش؟ لانه ما بقى في علف، ما بقى في شيء يطعموا فيه المواشي. هتجي كم عيلة انت هون بالخيمة؟ ستة. ست عائلات بخيمة واحدة؟ ايه ستة. يعني أنا قلت عيلتين أو ثلاثة بصراحة. ست عيال ثلاثة. وهون ثلاثة؟ ايه أربع عيال هنا، عيلتين هناك وعيلتين هين، أربع عيال. طيب هلا رح نشوف نحن رئيس العشائر عنكم ويحكي لنا، هو يمكن هو بيعرف الوضع كون أكثر منكم. الله يجزيكم الخير. طبعا نحن هون راح نشوف رئيس العشائر والعشائر المستلمين. بصراحه هدول الفقراء اللي قاعدين بالخيام اللي يحكي لنا، يعني المجالس قدمت لهم ما قدمت لهم، شو المعاناه اللي عم يعانوها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي احكي لنا بكل صراحه، شو اللي عم يصير معكم انتم؟ انت ك يعني رئيس عشائر انت والشباب هون، احكوا لنا اخي شو اللي عم يصير معكم بالتحديد؟ يعني قدموا لكم مجالس محليه ما قدموا لكم؟ نحن شفنا بعض خيام فيها شعار مثلا هيئه الامم المتحده، وفي خيام شفناها عاديه شوادر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد. العشائر تهجرت بالفتره الاخيره من قطاع المرج ومن القطاع الجنوبي والإحواش إلى الأوسط. ساعدونا المجالس المحلية، مجلس سقبة، مجلس حموريا، مجلس حزة، عين ترمة، والمحافظ، نشكر المحافظ على ودومة، يعني كلهم ساعدونا، ولكن لا يكفي. النازحين كثار، يعني عائلات بالآلاف عتنزح، والمكان ما بيكفي، بيوت شقق ما في، والعالم كلياتها نزحت، كلياتها من العشائر، والعشائر يعني امتدادها كبير، بس المكان اللي يجوا عليه ما بيكفي، كونه ما في بيوت ما في هذا، وكلهم ساعدونا، ولكن المساعدات ما تكفي، والعالم بالطوارئ بالطريق شوفت عينك كل الناس. طيب سؤال هلا ما حد عرض عليكم بيوت مثلا بحموريا بعربين، وليش ما بتقدروا تقعدوا بيوت؟ نحن ما نقدر نقعد ببيوت، كونه في عنا طرش، المواشي اللي نزحت من المرج والقطاع الجنوبي والإحواش كلها عنده طرش، يعني هذا عم يتعيش من وراهن، عم يعيش أولاده، عنده أربع خمس غنمات عم يعيش أولاده منهن، عم يزبط أموره، ما يقدر يسكن بشقة، يعني يفضل أنه يسكن بالشارع أفضل ما يسكن بشقة. وشوفت عينك انت الصورة، يعني اكبر دليل. طيب انت كرئيس عشائر في رسالة تحب توجهها للهيئات الانسانية، للامم المتحدة، للجمعيات، يعني اقل شيء الجمعيات، في رسالة معينة باسم يعني العشائر تبع المرج اللي تهجروا؟ نوجه لهم انه يساعدوا هالمساكين وهالاطفال من العشائر وغير العشائر، انه يتوجهوا ويشوفوا الناس ويوصلوا الحق لاصحابه، انه في كثير عالم عم تاخذ اكثر من عالم، ونحن ناشد كل الدول الاسلاميه، ناشد العشائر، ناشد الجمعيات الانسانيه، انه يلتفتوا للناس البسيطه الفقراء من عشائر الغوطه الشرقيه يلي نزحوا من الاحواش ومن قطاع المرج ومن القطاع الجنوبي.